السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد الفيديو اللي في الحقيقة هو حصري على القناة ديالنا، الا وهو الروبو اللي كيطحن الخبز. يعني شحال من واحد في التعاليق يعني قالوا لي الناس انني نوريكم هذا الروبو، غادي نوريكم شحال كيخدم، يعني شحال من واط والكيفيه ديال الخدمه ديالو. الا قدرتوا تحصلوا عليه راه ماشي من لازم يكون هو هذا الروبو هذا، وانما اي روبو عندكم خاص بتقطيع الخضر والفواكه. اذا اليكم الطريقه. اذا اول حاجه غنهضروا عليها وهي يعني هو شحال فيه ديال القدره. كما كتلاحظوا معايا انتم هنايا كاين فيه 150 واط، ها انتما باينه لكم 150 واط، يعني الواط هي القدره ديالو. وكما كتشوفوا هو راه صنع الماني، ميد ان جيرماني، يعني هو انا تحصلت عليه من السوق، يعني عادي هكا كنشيتو على حساب باش نقطع الطماطم ولا الخضروات ولا اي حاجه، ولكن لقيت هاد القوه ديالو قادر انه يقطع الخبز. هو شريتو معاه ثلاثه ديال الماس، هما كيكونوا ثلاثه ديال الماس. كاين الماس اللي كيقطعوا بطريقه انتما كما كتشوفوا فيه هاد الموس، هو هذا كيتحيد بطريقه سهله انتما. هاد الموس بحال اللي هنا هاد يعني الحافه ديالو قادره انها تقطع الخبز. كاين واحد بزاف ديال الماس معاه، كيكونوا جوج اخرين كيكونوا متقبين من هنايا، هادوك ما خدامينش، ولكن هاد الموس هذا هو اللي قدرت انني نخدمه، ويعني هو فعال جد فعال. انتما كما كتشوفوا الا تقدروا تحصلوا بحال هاد الموس هذا راه كيقطع حتى الخبز. اذا هانتوما انا غادي نركبو بهذه الطريقه، وكتسدوا عليه بهذه الطريقه هكا صافي، كتسد عليه من هنا وكيبقى يشتغل انتما، حتى الصوت ما كيديرش الصوت مجهد بزاف. انا غادي نوريكم كيفاش الطريقه ديال الاستعمال ديالو، يعني اي سطل ولا شي حاجه غادي تحطوه هنايا. بالنسبه للخبز ممكن انكم تخدموا بحال الخبز هذا، ممكن انكم تخدموا الخبز ديال الدار، يعني بحال هذا الشكل هذا حتى هو راه كيقطعوا. انتما شوفوا الطريقه معايا، انتما لاحظوا ان شنو كيوقع. ها كتقطع خبز اخر، عفوا هي راه كتكون معاهم واحد البلاستيكه، ها طريقه سهله للغايه. ممكن انكم تستعملوا بحال هذه الخشبه، هذه خشبه عاديه تمام. اذا كما كتلاحظوا انا نحاول ان لان الصوت ديال المحرك ما غاديش يخليكم تشوفوا مزيان، شوفوا انه مقطع كما السيكاليم، هما طريفات كبحال السيكاليم. ممكن انكم تعطيوهم الارانب ديالكم، هانتوما نعطيوهم الارانب ديالنا وغادي تشوفوا كيفاش كياكلوا منهم هانتوما. اذا كما كتلاحظوا معنا ها هما، غادي نحاول نعطيهم الارانب قدامكم، ها شوفوا هانتوما كيفاش غادي يبقى ياكل منهم، ها بل كيتخاطفوا عليه هانتوما. شوفوا الشراهه باش كياكل. هنا غنعطي الارنب الاخر، شوفوا كياكلوا بواحد الطريقه يعني اللي منظمه، حسن ما تعطيهم مرصويات ديال الخبز كبار هكا 100% غادي ياكل منها. شوفوا ها
انتما الخبز مقطع بواحد الطريقه نقيه منظمه انتما كل شيء مناش من هذا الروبو الروبو اللي في الحقيقه بسيط للغايه انتما وتا يعني الضوء الكهرباء ما كنظنش غادي يجيكم ضوء غالي بزاف لان هاد الواط ديالو 150 واط ما كيستهلكش بزاف ممكن انكم يعني تبقاو تخدموه واللي مزيان في هذا الروبو هو انه كي يعني ما كيسخنش انتم الا شفتوا درجه الحراره ديالو واخا تقطعوا واحد الكميه كبيره ما كيسخنش انتم شوفوا كيفاش كيقطع هاد الطريفات كلشي روبو بسيط للغايه انتم انتم كيتقطع بواحد الطريقه يعني مزيانه في الحقيقه انتم انا كنقطع به كميات كبيره يعني واخا يبقى يخدم حتى واحد ربع ساعه هو خدام راه مزيان انتم كما كتشوفوا معايا انتم غنعطيهم نعطي الارنب راه كل داك الشيء اللي لا كتشوف الاول وهو دابا راه عاد كيزيد ياكل اذا فيديو مفيد ان شاء الله قلبوا مثل هذا الروبو هذا راه يعني كي يدير تقريبا واحد انا شريته رخيص شريته 100 درهم 100 درهم في الحقيقه راه راني كان مرتاح في هذا القضيه ديال الطحين ديال الخبز يعني وتصي كريم حاولت انني ما نبقاش نشري بواحد الكميات كبيره انتما ان الاخر حتى هو راه كياكل تقريبا كمل هذاك الكميه اللي عطيتو علاش لان مقسمه وواحد الطريقه مزيانه كون كان مثلا غير خبز بحال هكا مثلا خبز مثلا هكا انتما ما كي ياكلش مزيان بحال هكا انت كيخليوه انتما هكا لا هكا ما خداماش لا لان كيبقى يطيح هنايا كيبقى يطيح وكيفزك فوق منه ما خداماش اما بهذه الطريقه هذه طريقه انها كيبقى ياكل منه بواحد الطريقه منظمه انتما انتما ثاني انتما كما كتشوفوا كياكل منه لانه مقسم بطريقه مزيانه هذا الفيديو ديالنا هو هذا حاولوا انكم تحصلوا على بحال هذا الروبو هذا وان شاء الله يكون الخير انتما تبقى تجيكم الماكله شويه رخيصه لانها مطحونه بواحد الطريقه مزيانه إذن إذا عجبكم الفيديو شاركوا معنا بتعليق طيبة ديالكم وشاركوا معنا بجيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.